بغيت تقول باي جد الله يسعدك انت الله فيكم حيل؟ فيكم حيل؟ ما هذا حلال؟ انا عارف اغرى يا اخي اغرى حد جاي معنا القريه؟ ها؟ حد جاي معنا القريه؟ يا ريت يا ريت لو سبقه ولا حد ضيعهم خلينا نفس تهريب تهريب ب 500 ريال هربوا يا شباب 500 ريال عجوز تهريب يا عيال بالله دقيقه انا اعتذر منكم انا ما اقدر اجلس صراحه معلش 500 نقطه معلش من ابو 500 وين الثاني 500 تعال بعطيك 10 يا سلام يا بيض الله تدرون يا عيال يا سلام ما حدنا نصرف فيها ب 400 دي واخذها معاك اذا الله وفقك في البلد يا شباب عدم واحد كم هدي ترى انت 400 مين احمد حسيت ان ثقتك في نفسك لا ده حركات الارنب اني انا فزت خلاص لا كان ودي انا ارفز عطني لا ما ينفع لا لكن كذا ما هي كلمة مو عن طريق الجمهور من هو يعني هذه بوش قوي جدا دفعة قوية صراحة مستقبلا في اجابات قاعدة تنحذف تروح اي هذه واحدة اخذها قاعد يحذف لك المتسابق اللي معك الله الجميري عجبتني الجلسة قول يا حبيبي قرار في ناس مجلس هنا عادي خلوا خلص صحتك عيال انا اقول كمان بقى اقول خلوا خلوا على الطاوله على الارض اللي بكياس نشيلها في هنا سفره حط لك سفره لا 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 انا ولا 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 انا لا تكلم بسم الله تو هي احسن ذا اضبط كذا لا مو كذا مو كذا شفت كيف تضبط والله جيني ما عليك مني ايه في باقي في باقي هناك شو والله ماني عارف انا اي شيء عندي ما عندي مشكله باقي على الهواء انت خلوك يلا 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 كله كله شباب كله كله بسم الله هلا يا الحرام من الدندو فشمه بسم الله بسم الله شباب متعشر تتوركت قول بلغت بدرس انا اوريك هي كلها بس كذا امشي بنبطل يلا يلا يا سلام يلا انزلوا انزلوا في فرشة كمان هناك يا شباب ترى يا عيال سموا 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 تنتين 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 عندك عندك يا مكين تنتين تنتين عندك ايه ايه بروح بروح نشوف دحوم دحوم حبيبي يا عيال شو الطاولة هذه طب شو الطاولة ذي يلا 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 يا عيال كل واحد ينزل له على صحن يتعشى يلا 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 يا سلام يلا يا عيال كل واحد ينزل على صحن يتعشى ارباب الملاعب موجود موجود تعشى ارباب الملاعب مين محمد حمدي فين؟ يلا يا عيال نازلين على السجون يلا خلاص بجيك 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 ما يحتاج صحن بعد ها؟ حي الحاج محمود للسلطات للسلطات يلا 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 للسلطات ها تا تا يا اخي هذول شوف عليك للسلطات للسلطات تراجع طلعنا هاشتاج كويت جيت للسلطات حبيبي ما شفت شيء الحين والله حط حط هذا بجنبه حط هذا بجنبه احمد هلا ابوي كم اخذت 400 جحفل امي جابها بالاخير خلاص سلام يلا الله اكبر ارفع 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 اول شيء عندك مشهد حلو تجوزت هذا الشيء حلو الشيء الثاني تبو حياك ما بدون صوت مش عارف انا موجود ولا لا الرحمن الرحيم حبيبي السلام ليت احد بسلام سلف شنو يا حبيبي هذا وش طازيز دراهم دراهم اوه حقت لا هاتها زياده لحمه احمد احمد ما كنتوا معه فين كنتوا راقدين انتم تبي سلف والله فهد لا احمد ابي 200 تكفي سلف اذا ما اخذه ارضى من بين من بين عيونه هذا خالد كم معك الحين شوف يا ابوي البنك طبعا غير لا اقلب عليك لعبان يا ابو فهد لا امزح والله صديقي بسم الله ها صديقي اللي ما يسمي يا عيال بقول لك ما صديق الا لنا والله بسم الله والاخره ابشر بالسعد وتفداك كلها
عليه حرام ما سمعت عنها. وشي 500 نقطة المكسب طال عمرك شرواك المكسب. الله يرضى عليك. الكلام ده بس على والله هو الكلام ده ترى علشان هدرنا ما بيقدر. اي والله انك بغيت اقولها. يا ولد والله نعطي البل احنا ما هذا حلو. لا تنزل مصر ينطرق في كم يوم. دم البامية نفسها. شوف 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 يا هدو هدو بيض وجهك ابو عزام. بيض الله وجهك. اشهد بالله انا بحكي مسكين. على شو اسمه عزيز. خلاص خلاص. ما نبي بجيك ميدان بجيك ميدان. شوف شوف. ما ادري ما ادري. يلا يشيلون هذا. سلام. ابغى اوزع دم خلينا نقول مع الاخوان قرار حطك بكره من باقي بكره اشتقك يا عبد الله. يا سلام 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 ابو غربي سلام. قال لك ميرا سعود يا اخ سعود انا شاكر سعود سعود ان شاء الله نجيب احنا وياه في البرنامج. شو الشغل؟ جاب الشغل عند بيت لا ابو كاتب كان اول ما عند بيت الحكمه نسني انا شباب اصلا محمد. جميله الطريقه هذه والله. ها جميله الطريقه هذه هي الذبيحه في المربع هذه فايده. هذا جاتو بس جاتو هذا اظني جاتو. مرحبا مرحبا ومسهلا على كل معزيز محمد. تعال افلح يا هيثم ميه ما فيه والله ممنوع اسود ما فيه احصنت واحمر ما بعد خلاص اقعد خلاص ابي اسود. تعالوا 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 يبغى لها اسود معاك عرفته. ها ابوي خلاص ترى والله اسود الله يبيض وجهك تعبت شباب خلاص ابي اسود يا ولدي انت ما هو الحاله ما يحتاج حتى ما يوصل ينزل الصوت باقي احد هنا لا خلاص اقعد اقعد يا معاك. اللهم لك الحمد الحمد لله مرة اليوم كل عندي معاه كان عصيب ايش واجبات كان عصيب شوي معنا مثل والله مثل مجانا والله معنا مثل بالعماني يقول قابل قابل الجيش ولا تقابل عيش. نعم نعم مرون عندنا كمان والله ايش حتى عندنا والله قابل الجيش ولا مقابل قابل عيش مشكلة بس غيرت نفس اللهجة بس نفس المغزى. اللهم لك الحمد. شفت التخوف اللي كان في البدايه واحنا تعرض عليه كنا هو اي هو في تخوف بس والله روعة اليوم. تكلم عن كبار المشاهير كبار المشاهير يعانون من نقطه طلع على الهواء اول وقت خلاص الهواء احبي مش طال عمرك وابدا ما قد عارف احسن حاجه وصلت انك وصلت حبيب انه فكره ورؤيه المستقبليه والحاليه وصلت خلاص. الصوره الاخيره هذه ما كانت موجوده عند الاعداد مجلد مرسل انا ولا راح وافق عقب اسبوعين عرفت راجع اليوم كيفكم تعرفون العلم وش اهم حاجه هذه هي الهدف الان بعد المشوار الحمد لله. اي والله صح بس ما معلق هذه مفطح ما شاء الله على الحكام يعني لا انا معلق ان شاء الله فعلا. ها لا بد معلق كنت ابغى برر بس هم برروا لان هو هذا يعني اعطاك مكتب. كل حاجه اعطاك نعم. حتى حركتك في حتى الحركه دليل انهم مركزين جدا احسنت دقيقين جدا يا جماعه انا خبير طبخ الذبائح ما شاء الله بلدي والطبخ لا لا مسكت لا هو اللي متهلص ولا هو اللي قاسي صراحه وزنه وزنه محمد حط له انت مرجعيه ابو غربي قدام يزيد اسحب شو اللي يريد يوصل له نحط لكم عرز نحط لكم عرز ها ترفي شيء حطهم عرز مع الرز الرز عدل كل واحد عدل مع الرز صافر انا انطقه الرز انتم الرز الرز يا اخي وش رايك ابو غربي الرز ولا الرز ابو غربي حكم بين كل واحد له والله تركي اي واحد اللغات كلكم صح اي لهجات مش لغات او شيء بعدين عشان كذا تعرفني تبغى الرز ولا رز احنا نتعلم عندك هي مجموعه الفاظ ابو سعد مرحبا لي تعال عاد احط لك ولا بحط لك حبيبي حط لي على هذا احط لك ولا والله انك تشرب لا بحط لك مع الرز اللهم جد لا 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 مرحبا لي صراحه المسابقه اليوم اللي بين احمد وزياد والله دارس دارس والله يدرس لا تبني درس صراحه صح والله انا من الناس اللي قلت احمد العديم خلاص اللي قلت انتهى صراحه وزياد استعجاله على الناس ترى كانت يعني شباب شباب صلوا على رسول الله جماعه خير
اذا ما انت عارف الجواب أدي. خلي اقلها اسال السبع الخيارات هذه تنتهي خلي ثلاثه إيه؟ إيه؟ تبقى ثلاثه جاوب لا تجاوب على السبع ايش براك جاوب على الثلاثه اذا ما انتم عارفين ولا تنتظر لا تقول ما اعرف ارمي جواب يمكن يصفق معك مش راح اقول لمعدين كيف جاوب استعجل فيها مرحبا اللي استعجل فيها لكن عاد درس جحفل امي والله جحفل فتو والله جحفل فتو الاخير بس ترى يعني جبر بعد مش بطال حلو حلو مره حلو نفس الشيء كم انت هذا رساله 2400 رسالة ثلاث أجوبة وهذا رسالة ثلاث أجوبة أحمد كم جواب جاوبت من راسك؟ واحد اثنين ولا ثلاثة؟ لا اثنين وأنت؟ جاوبت من راسي ثلاثة رسالة ثلاثة ثلاثة نفسكم رسالة رسالة بس هو أخذ وضعيات السلحفاة وأنت الأرنب الأرنب قعد بها السلحفاة روحت فعلا عجلت الإدامة فعلا الله كايد كايد العتيبي هذا حكم ترى شلون؟ حكم عندنا بحايل أعوذ بالله حكم ساحة بالله ان شاء الله أيوة لكن اسمع الكابتن الثاني ما ادري من هو الله يجزاهم الله يجزاهم خير اللي فعلا ما تحرك قول لهم الله يجزاهم خير اقول له لكن ترى ما بقى خسران يعني اذا الله وفق احسن ودخلت زد رصيده هو ظهر لك تاخذ 500 حتى تاخذ 400 حتى ما في فرق 500 حتى تفرق بالنسبه 500 حتى تعطيني 100 زود وتصير انت خويك انا ما ابغى تصيروا بينكم فروقات نعم ابيكم شيء واحد انا شو ها مع من انت؟ هم معاي اتفك والله ان شاء الله ما تاخذ 50 ريال لا هاشوة بالله من اللي برا بالله اه اي لك 70 70 برا انا بعطيك 20 اتفقين انت معد ضد 50 50 ما احنا ضد بعض بس انا معك الله يسلمك هذا شرف لي انك تفوز من الاعداد كيس والله انت مدرسه خساره معك انا اعتبرها مربح اليوم صار علي حد معك اخوان الكلام ده ما يقدر ترى من جد الواحد الكلام ده يسمع يبطل الناس كلها غبي مني ايوه ترى انا ما نجمل الكلام لا والله الناس يجملون انفسهم هذا لا هذا خلاص قوم هرجني هرجني يا حبيبي تعال منك يا زيزو عاد انت عاد الاب الروحي ما ينفع هذا ما ينفع ما ينفع هذا انا اعتبره عبد الروحي انا معتبره انا قاعد اكل من ابو الروحي من ابو الروحي شوف الروحي منو زياد ابو الروحي زياد ابو الروحي لي والله جنك برك هذه شهاده جيبك العيد هذا والله جيبك العيد انا ابغى كلمه منكوب هذا انا منكوب لك ناديني من هناك احبك انا مش كوش ها انت تحب راسي يا خش انا عارف والحناس اللي هناك اللي هجاك صح الله يجزاك انا لا من مسك من الاول انا هو هو معاذ معاذ انا طلعته برا وخليته يفرغ لازم نقوم سوا صح؟ لا عادي والله 80 لك يعطيكم العافيه شاف جد الله على خاش متكلف والله عليها اي فايز انت ايش وراك؟ ها؟ لو اني منك فايز حتى بكره ما افطر فوزي كله زياد حبيبي الله يعجن حبيبي شاف لا احنا هنا في شيء معزوف صراحه حكي حكي هذا اسمه تعال جيبها طب اديني مين والله ما تذوق ريال 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 ملفوف على بعض ما تذوق مصدر قديم بعد ومقطوع زاوية شباب شاد فد منه لان الباب هذا يحتاج قوه باختصار ان شاء الله ان شاء الله هذا حلال حكي الحين واللي يخش بعدين عبد الكريم عبد الكريم يلعب حديد عبد الكريم منو؟ عبد الكريم الحربي ما معاك يا شيخ عبد الرحمن الخضيري حق الحرب عبد الكريم سام رايح لك كثر خيره لا احنا يقولون ان هذا فارق قوه قلت عبد الكريم يلعب حديد يا انا عندي سلبية بس تصوير يعني انا خلص منها اوكي انا اذا قلت اهم صحن اوكي ما اتكلم ما اتكلم عشان كذا كبير اكبرك والله والله اتكلم والله انك صار كان صغير والله ما اعرف نياب ابى اتكلم ما اقدر هذا تكلم واجب يعني ها هذا 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 يغريني هذا المشهد هذا جايبين العافية والله يا ولد عمر اي والله خذ راحتكم لان الايام الجايه ايام ايام رد علي بالله عليك عشان مش عايز ارد عليك معليش اقول لك هريس الفريق الفريق ولا مو انا اقول لك قاتله الله يجزاك خير الفريق هذا يعني الحي الحاره فريق فريكا والله ما ادري شو فريكا فريج افضل عندك تقريبا ولا تحمست فريج اسمه فريج الجيم فريج فريج ايش الفريج في اكل اسمه فريج اكله اكله
فريك فريك خذ رقمه. لا والله امسح رقمي تكفى هو مسجل امسح. الحين تقول فريك هاك الاكله. لا اقول انت عشا. طيب ابسط ابسط وش مقصيه رابسات رابسات يعني اربع رابسات يعني رابسه يا سلام يا اسماء عبس يعني يا اسماء اكلات ايوه سد النفس تكفى اللي بيسيخ يا ابن النفس ولا ايش بيسيخ الاباء ولا بعدين عندك بعد العشاء رابسات اليدين مبلله اسمع المحشي الله والله يا ابو والله والله الله عليكم كثر خير الله خير من تكلم اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا بيض الله وجه شيخ المندي وبيض الله وجهكم جميعا لا احنا عزلوا من ايدك انت ناقص نص ما البهارات والاشياء دي واطبخها تضحك هنا وش ذا اسمه؟ لا لا نسيت معي الباي يا جماعه يا جماعه ولا تكاكل الحمد لله اي والله يستاهل ربي الحمد كل يا حلو اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك واقع من حياتك.